الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة تقول: رأيت زوجي في المنام أهداني قميصا جميلا، ولما لبسته أعجبني كثيرا، وقلت هذا قميص هايل، هذا قميص هايل، فما تفسير هذا؟ هذا منام هايل، كما اللي قلتي قميص هايل. قال العلماء: القميص الجميل هو سترة. تبعي مليح يا أختي، هذه بشرة عظيمة. القميص وشنو هو؟ سترة. زيد وزوال هم، هذه سترة، لأن الراجل يستر مرته، الراجل يسترها، سترة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. زيد وزوال هم، إذا عندك هم راح يزول ما يقعدش. زيد وبشرى خير تأتيك، أي جاياتك بشرى خير إن شاء الله. زيد وحظوة ومكان عند زوجك، هذا دليل على أن عندك حظوة ومحبة ومكانة، وراكي غالية في القلب تاع زوجك، وهذا هو الصح. هذا النساء هذو اللي ميحوسوا يقولوا غاليات في جهات واحدة أخرى، يا وما كاين والو، المرأة الغالية غالية في قلب زوجها، هنا غالية، أما زوجها مكرهت له حياته وعاصياته وهو غضبان عليها، وهي حابة تكون غالية في جهة واحدة أخرى، والو ما كاين والو، لا الفيلا لا الطوموبيل لا الدراهم. زوجك راضي عليك، يوم القيامة يقال لك ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، زوجك غضبان عليك تبات الملائكة وهي تلعنك. شكون فينا يقدر لها؟ الملائكة يا إلهي ماشي أي واحد، تبات الملائكة تلعن هاد المرأة اللي عاصية لراجلها. ولذلك المرأة الصالحة تطيع راجلها، اطيعوا ما لم يأمرها بمعصية، ما لم يأمرها بمعصية، ماشي لازم هذيك الحاجة لازم تكون حرام، ولو ماشي حرام. أو زوجك ما يحبش لون معين، قال يا ودي ما تلبسيش اللون الفلاني، ما نحبوش، ما تلبسيش، طاعة للزوج، ولو انت تحبيه. زوجك ما يحبش هذيك الحاجة ما تديريهاش، خلاص ماشي تجربي، كما وصاتها يماها، يماها توصي في بنتها راح تزوج، ماشي توصيها بطاعة الله وتطيع راجلها وتطيع شيخها وتطيع عجوزتها وتحترم الواسها، لا لا، قلت لها قطعي البصل بسكينه، فإن سكت فقطعي البصلة فوق ثيابه، فإن سكت فضعي له البردعة فهو حمار، ديري له البردعة. وهذه بكري كانوا يسوقوا الرجال بالبردعة، يا ودك راهو خرج قوم ماذا بيهم يسوقوا رجال بلا بدعة، تركبك هكذا قبالة، يا سعد اللي كان على الأقل يديروا بدعة بدعة ويطولوا النخالة ياكلها، دوك لا لا لا، ديه واش قالها راسها، وإذا راجلها برق قال يا ودي مانيش موافق ولا يعترض، يا ويلو يا ويلو لو كان يعترض، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لا أبشر يا أختي، أنت شفتي روحك لابسة راجلك عطاك قميص، ولما لبستيه جاك مليح وشباب ومنور وحسيتي روحك مليحه وقلتي هذا قميص هايل، صافي عندك راجل هايل، وهاي بشرى راني قلت لك، هذه سترة وزوال هم وبشرى تأتيك، وتكوني محظية عند الزوج تاعك. وربي واش يقول عن القميص في القرآن الكريم؟ سيدنا يوسف عليه السلام قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. سيدنا يوسف عليه السلام باباه سيدنا يعقوب من شدة الحزن ولا ما يشوفش، من شدة الحزن ما ولاش يعني أعمى ولا ما يشوفش، يعني الحزن هذاك غطاله البصر، أو كاين الناس يولي حزين حزين حتى الهضره ما يهضرش، وكاين من شدة الغضب يولي ما يسمعش، وكاين من شدة الحزن حزن على وليده.
لأنه يحبوا، ولا ما يشوف سيدنا يعقوب. بل سيدنا يوسف قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ملا هذاك القميص هو لما شم العرق تاع وليده وعرف رائحة تاع وليده ولا يشوف. هكذاك القميص نتاعك انت راكي شغل مغمضة، وهذا القميص تاع زوجك يسترك ويحلك طريق ويفرج عليك ويرضى عليك. وانا ظني ما دام قميص جام زوجك ولبستيه انت ان شاء الله ذريه صالحه ان شاء الله وسعد في الدنيا والاخره. شوفوا الناس تعرف دير خير، الطيره راجلها عندها اجر، توكل لاولادها عندها اجر، تمسح دارها عندها اجر. كاين ناس عم بالهم المراه هذه كي تخدم دارها ما كاش اجر، يا وعندها كل اجر، عندك كل حاجه ديريها دارك كي تنقي فيها عندك اجر تاع عند ربي، ولادك كي تبدلي لهم عندك اجر عند ربي، جارتك تحسنين اليها عندك الاجر عند ربي، تتصدقي عندك اجر، تخدمي زوجك كلمه طيبه. الراجل يقول عليه الصلاه والسلام حتى الاكله يقبض لقمه يديرها في فم المراه تاعو في فمها اللقمه عنده اجر. ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا السعي على العيال، يروح يخدم عنده اجر. وشنو جيب النيه؟ لان النيه تميز بين العاده والعباده، بين العادة والعبادة. يعني الحمد لله المسلم في الدنيا هذه ماهوش عايش باطل، ماكش عايش باطل. تنوض السيارة تاعك راح للخدمة عندك أجر، وراك في حفظ الله وفي حمايته، وإذا وقعت لك بلية يا ربي أجرك يزيد لك في الأجر لأنك رايح في سبيل الله. تدي مرتك تحوس، احنا نشوفوها والو، إنسان داي مرته يتحوس، داي ولاده يحوس، داي ما تحوس، عنده أجر، لأن هذا من البر ومن المعاشرة الحسنة، من العشرة الحسنة. سائل من بثنا يقول ما رأيكم في من يرتكب الفاحشة عن طريق الكلام في الهاتف وهو متزوج، فهل يعتبر هذا من الزنا؟ وهل هناك عقوبة من الله تعالى؟ هذا المرأة هي اللي تسأل. برك درتي سؤال سائل من باتنا، هذه امرأة أي تسأل باين راجلها راهو داير مزبل الحالة بالتليفون. ما نسمع يا أخي واسمع يا أختي إلى قوله عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه الكلام. راجل ما شاء الله عنده امرأة في الحلال، ويعني ربي حللها له وجعلها شريكة حياته، وقاب التليفون ليل كامل ليل كامل، وهو يا فلانة يا فلانة يا فلانة يا فلانة، يعني كسر الحرم بينه وبين الله. أول حاجة بينك بين ربي، ثم الحرمة بينك وبين زوجتك، بينك بين أولادك، حسبنا الله ونعم الوكيل. كي ولا رجال تليفون تاعو في التليفون، يا كريمة يكتبها كريمو، كريمة يكتبها كريمو، عيشة عياش غانية غانو، ومعمر تليفون تاعو غير بالسيد غانو والسيد عياش والسيد كريمو، وهو كاع علاقات محرمة. ولو بنات يتلعبوا في التليفون، الدير رقم وين طاح وتبدا تتصل وتكلم، وهذاك انسان يحس روحه مليح ولاباس به وفرحان، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما نسمع يقول عليه الصلاة والسلام واللسان يزني وزناه الكلام. انت تقول هذا كلام برك، انا مانيش في الزنا، راك في الزنا. كاين الزنا الذي يوجب الحد في الدنيا، والزنا الاخر يوجب العقوبه يوم القيامه، وانت خير العقوبه يوم القيامه قليله. يا روح اهدر مع مرتك، كاين اللي عنده شهر ما هدرش مع مرتو، كاين اللي منايف مرتو عنده عام وفي البوطاب فتحنا احنا هنا قنوات فضائيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. روح لمرتك اهدر معاها قصر معاها اتكلمي مع زوجك. هذا سائل يقول لقد كرهت السكن في الكراء واريد قرضا بنكيا ربويا لشراء مسكن، فهل يجوز لذلك؟ انت يا كرهت من الحلال وراك حاب تروح للحرام، لان الكراء حلال. لقد كرهت السكن في الكراء، الكراء حلال، انسان يكري دار، اغلب الشعب الجزائري ساكن في الكراء، والكراء حلال معناتها ساكن في الحلال، يدفع اجره مقابل ان يسكن. انت يا تقول كرهت من السكن في الكراء واريد قرضا بنكيا ربويا باش نسكن هذه جزري، معناتها انت راك حاب تنتقل من الحلال الى الحرام.
الناس يتنتقل من الحرام إلى الحلال، من الظلمات إلى النور، انت حاب من النور إلى الظلمات، حرام عليك ما يجوز لكش. ولذلك دائما نغتنموها فرصة للسيد رئيس الحكومة، نحيونا ربا من السكن، نحيونا ربا من الحطب، نحيونا ربا من الحديد، من السجاج، من الكلاج، من السيمان، من البلاط، من القرمود، باش هكذا الناس يولوا يقدروا يسكنوا في الحلال، تولي سكنة رخيصة خفيفة، ماشي كيما الآن افطروا مليار ولا زوج ملاير، وين رايحين بها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يجوز لكش يا أخي، اسكن في الحلال، ما دام قادر تسكن في الحلال ما يجوز لكش تسكن في الحرام. خذيها قاعدة، خذها قاعدة، راك في الضيق واش عليه؟ راني في الضيق وراني في الحلال، ولاك حبلي تساعد الحرام. ها يا قلنا لكم خبزة صغيرة وطايبة مليح وبيضة وفيها السانوج والخميرة تشمها تحيا الروح، ولا خبزة كبيرة محروقة، محروقة فحمة، خير انت. دوك انت يجي لك واحد يقول لك نعطيك خبزة صغيرة مليحة طايبة بالسانوج والخميرة، ولا نعطيك واحدة كبيرة محروقة فحمة؟ يا اخ اي واحد فينا خير صغيرة، هكذاك انت واش عليه؟ خبزة صغيرة الحمد لله، خبزة صغيرة مليحة احلالية، ناكلها نوكل مرتي نوكل ولادي الحمد لله رب العالمين. نرقد في مطرح تاع الحلال، نشرب من الماء تاع الحلال، نتغطى بكوفيطه تاع الحلال، ولا خبزه كبيره بالحرام. رانا شفنا، ما رانيش قادر برك نحكي لكم، ناس داروا ملايير ومليارات بالحرام، في النهايه والو والو، راني نقول لك والو، وماشي والو برك، جاتهم مصائب ما تخطرش لكم على بال، ما تخطرش لكم على بال. هذه ما مرأة وحده، نحكي وحده برك، وحده وفهموا الباقي. راح واحد راجل صديق راجلها، صديق راجلها باش يبعدها باش يجبدها للحرام، اهدى لها مونطو 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 تاع الحرام، لبساته يعني قبلاته بتخبيه على راجلها، قبلاته بتخبيه على راجلها، لبساته وراجلها ما على بالوش، عن بالو هداته لا يماها ولا اختها ولا لايمت 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 حتى شراته، يعني راجلها كان بالنيه، وهي لبست مونطو تاع الحرام، صاحب راجلها هداه لها باش تمشي معاه وتخرج معاه، والله العظيم غير تدمرت عائلتها وتشردت، و يعني هي راهي كالمجنون، ديروها بلي راهي في الهبل كاع، راهي خاص تاكل من المزابل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا وبالك الضربة تاع ربي، ما تقولوش هذه والو، هذه والو ما فيها والو. يروح واحد للسوق عند مول الزيتون ويقبض حبة زيتون ويبدا ياكل، خويا شحال الكيلو؟ ما يجوز لك تاكلها، حرام عليك. يجوز لك لما يوزن اوزن راح يسربي لك حقك، كل من الكيلو نتاعك. يروح لعند مول التفاح يقبل التفاحه يعضها، خويا شحال هادي؟ يروح لعند مول العسل يدوق، خويا شحال الكيلو؟ حرام عليك، هذيك القليله اللي دقتها حرام، راك دخلت في كشك الحرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. اما انت ما يجوز لكش، الربا حرام. سائل من طمن راست يطلب الدعاء ويقول انا مريض، يا اخي ربي يشفيك ويخفف عنك ويعافيك ويردك اليه ردا جميلا، اللهم اني اسالك لمرضى المسلمين، يا ربي اي انسان مريض خفف عنه، يا ربي اشفيه، يا ربي انا صايمين وانت اله عظيم وانت كريم يا رب، ويعني الرحمه نتاعك وسعت كل شيء، يا ربي ندعيو لمرضى المسلمين، كاين ناس مرضى، كاين اطفال مرضى، عجائز شيوخ، كاين شباب، كاين رجال، يا ربي يا ربي يا ربي اسالك بطاهر الماجد وكل وجه راكع وساجد، اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت، اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت. سائلة تقول من عين تيموشنت، سلامي لسكان عين تيموشنت، يا دار العين هذه ولا ما زالت سيل ولا حبست؟ هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحمامات الجماعية؟ أولا ما رانيش فاهم واش تقصدي حمامات جماعية، إذا تقصدي يدخلوا في بسان واحد ومسطورات العورة يجوز إذا كانوا مسطورات، إذا تقصدي كل مرأة في الغرفة تاعها وحدها يجوز، إذا تقصدي حمامات جماعية مكشوفات العورة لا يجوز. وخاصة ننبهكم السمعوا يا نساء، النساء لما يروحوا للحمامات بالبورتابل يدوا معاهم البورتابل يصور
ويصوروا ومن بعد تروح لراجلها ولا مراكا وين تهمل والصوره تاع هذيك المراه تولي مكشوفه. هذا ثابت. جاني راجل يا الله جاني راجل فحل جزائري دم تاع مسلم جاء مسكين قال لي يا شيخ قول لي نحن نهبل راني رايح نهبل ولا راني رايح نقتل غير خير. وهذا جاء من بعيد يعني 350 كيلومتر. واش بيك صاحبه يكلف واحد الماء تروح للحمام وتصور هذيك الماء. هو ماشي صاحبه عدو يعني في الحقيقه ولكن هو كان يبان له صديق. ومن بعد جابت له كاع المعلومات والصوره ومن بعد هو يروح اليه يوم يهضر حتى يقول له انا نعرف مرتك وتلاقيت بها في خلوه الاخر كيفاه؟ قال له هاي مرتك واش عندها كذا واش عندها خانات واش عندها علامات في كذا جبد له كاع التفاصيل. الراجل هبل الضارب معاه سلكهم ومزيه تفكر جا عندي قال لي كيف عندي نقتل مراتي ولا نقتل الرجل. والله راح يهبل مسكين والله غير ربي وكيلكم ربي وكيلكم يا وجوه الشر اللي رايحين يديروا الشر في الرجال مسكين. وانا قلت له اكدت له قلت له هاي القصه هاي القصه هاي الحكايه راح صابها كما قلت والزوجه تاعو شريفه وعفيفه ونظيفه وبنت اصل. ما لا بالك يا اصحاب الحمامات بالك لما تدخل ما الى الحمام فتشوها نحيوا لها البوطاب. حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.